تفاصيل وأسرار سلالة فيروس كورونا الجديدة وحقيقة انتشارها في مصر. بالتزامن مع انتشار الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، بدأ الحديث عن سلالة جديدة من الفيروس وأن أعراضه تختلف إلى حد كبير عن النسخة الأولى منه. ووفقا لما جاء في تقارير وزارة الصحة العالمية، فإن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أخطر من سابقتها بشكل كبير. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن من أعراض السلالة الجديدة من وباء كورونا المستجد ضيق في التنفس مع اضطرابات في الجهاز الهضمي مصحوب بإسهال شديد. وفي أول تعليق مصري على حقيقة ظهور السلالة الثانية من فيروس كورونا في مصر، أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي انتشرت في بعض المناطق في بريطانيا لم تظهر في مصر حتى الآن. وحذر الدكتور حسام حسني المواطنين من التهاون أو الاستهتار في التعامل مع الوباء، مناشدا المواطنين بضرورة الحذر والانتباه جيدا من خلال ارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الوقائية، ويجب أن نكون حذرين من ذلك، مؤكدا أن السلالة الجديدة المنتشرة في لندن سريعة الانتشار. وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان أنه يحمد الله على أن السلالة المنتشرة من فيروس كورونا المستجد في مصر رحيمة بحال المصريين، وهو ما أدى إلى زيادة عدد المتعافين. وبين رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان في الوقت ذاته أن أسباب زيادة الأعداد في بعض المحافظات المصرية ناجمة عن التواجد في الأماكن المغلقة والتجمع بشكل كبير. من ناحية أخرى، أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بوزارة الصحة والسكان أن اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا والذي وصلت منه شحنة للقاهرة أثبت نجاحه وفقا للفكرة العلمية. ورغم ذلك، فإن كل الأبواب مفتوحة لجميع اللقاحات، ويتم إجراء دراسة على اللقاح الجديد، وبمجرد الانتهاء منه سنبدأ التطعيم. وأتوقع حسني أن يتم بدء التطعيم في أوائل شهر يناير من العام 2021 على الفئات الأولى في مصر.